دايما لقاء الفنانين بينتظروا الشباب عشان المتحمسين لموضوع التمثيل يعلموا الخطوة الأولى. إيه كانت الخطوة الأولى معاك؟ هل قدمت في وكالة؟ إيه الدافع كمان للتمثيل؟ الفن شدك إزاي؟ إن بداية طريقي في عالم التمثيل بدأ بهذه الطريقة. نحن في الأصل عائلة فنية، والدي في الأصل موسيقار، كان دائم الحضور مع الفنانين الكبار في صلاة العرض الكبرى على الدوام وفي الحفلات. منذ طفولتي وأنا أحلم بأن أكون ممثل. في وقت من الأوقات كنت أعمل في إحدى الشركات، وبشكل مفاجئ قدمت استقالتي وقررت بالعمل في مجال التمثيل. إنني منذ 12 عام أعمل في مجال التمثيل. إن سألتني عن الشخصيات السيئة التي أؤديها فسيكون جوابي كالآتي: في هذا المجال الذي نعمل فيه لابد أن يكون لك، شئت أم أبيت، وأنا على الأكثر تقيدت بهذا المزاج السيء، لأنه على ما يبدو أن شكلي الخارجي قاسي، وهكذا نظرتي تظهر أنها قاسية وتظهرني شخصية صعبة المراس على الأغلب، لكنني في الحقيقة غير هذا تماما. الذين يعرفونني بشكل جيد يعرفون أنني لست قاسي، لكن لأن كثير من المنتجين يضغطون علي ويؤكدون أن هذا الدور لي وأنني المناسب لأدائه وأنني سأقوم بأدائي بشكل ناجح، حينما يكون مثل هذه الكلمات أضطر لأداء مثل هذه الأدوار، وبهذا الشكل أستمر في العمل.